فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال: ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا، ثم قد يؤول إلى الدماء، وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط، وهذا الاختلاف مما نهي عنه في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل. نعم، الافتراق والاختلاف مذموم على سبيل العموم، لكنه يتفاوت، بعضه أشد من بعض. فإذا كان الاختلاف في الدين وفي العقائد فهو أشد، لأنه يؤول إلى الضلال وإلى الكفر وإلى النار في النهاية. أما إذا كان الاختلاف في الدنيا بالنزاع في الخصومات والمشاجرات فهذا أيضا مذموم، والمطلوب الإصلاح، وإذا استدعى الأمر فلا بد من البت في القضية على يد القاضي من كتاب الله وسنة رسوله. فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول. فالاختلاف يشمل الاختلاف في الأموال، ويشمل الاختلاف في العقائد، ويشمل الاختلاف في العبادات، كله مذموم لا شك، وتجنبه لا شك أنه أسلم وأحوط وأسلم للقلوب واجتماع الكلمة. ولهذا قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ثم أيضا أشار المؤلف رحمه الله إلى أن هذا الاختلاف يؤدي أيضا إلى سفك الدماء. ما يكفي أنه يحدث العداوات والحزازات والتفرق، بل يؤول إلى سفك الدماء واعتداء بعض الفرق على بعض، مع أنهم كلهم يدعون أنهم على الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا ورسوله نهي عن سفك الدماء وعن قتل المؤمن بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقد يؤول، فمن مضار الاختلاف أنه قد يؤول إلى سفك الدماء التي حرم الله جل وعلا. قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، يعني وليه سينصره الله عز وجل، وسيمكنه من هذا الظالم فيقتص منه ولو على المدى البعيد.